رياضة اليويو. الآن هم بيحموا، أول إشي بيحمي، بعدين بتعرف اليويو بيحمي اليويو وبالصوت. وانطلقنا على البسكليتات، معنا العم شادي. كيف حالك شادي؟ كيف كلمة تعمل؟ أيمن شكله أهالينا ما حيزعلوا مني يا أيمن. أكيد. عم شادي ان شاء الله ما تاخرنا عليك. والله مو مشكله انجوي. عم تامر؟ لا كيف؟ رهيبه حلوه. الفيديو حلو جدا هيطلع. حلوه اكيد جدا جدا حلو. والادفنتشرز طبعا لا نهايه لها هون في دالين، حتى لو اربع سنين ما فيش لها نهايه. هاي الغطاسين طالعين عادة بنسبح هون في الحوض. شو شادي؟ حسيت بالماراثون هيك سوالف. هاي القلعة بسموها الكاسل هوتيل، الليلة فيها ب 2500 كواي شادي. بس بجنن بجنن بجنن. دائما في المقدمة. هاي تامر الكسر هوتيل الليله ب 2500 كواي، شو رايك؟ 2500 كواي؟ اه الشهر الجاي ابشر كبير. شو؟ جوا دخلت الهوتيل انا هذا. الهوتيل هذا دخلته. والله. بجنن. شو رايك بالمنظر الحلو؟ منظر حلو بس انا منظر في حل نهائي. استويت قديش صرنا قاطعين تقريبا؟ ما شفت على البسكليت كم؟ في شيء متخوف. هلا كان طبعا فيش لقطه نهائيا. شوف المكان هذا مره شوينا فيه. ايه جبنا دجاج ولحمه وشوينا. اه والله والله حلو يعني. باقي البسكليت زي الحياه بالضبط. كيف بقيسها؟ الان مرات بتكون في دحله، بتكون سهله جدا، ومرات ايش؟ بعد الدحلة مباشرة بتيجي طلعة بتكون سوقيتها صعبة تهلك الحلة. يا سلام. ها عم شادي تأخرنا عليك. شو كاسل لعبة؟ طب لعبة. باقي لي يا اخي شادي معاه موتور ديزل وساحب عليه ماشي. لا والله صح واحده. مستعدين شباب؟ عدلوا لي حق. يلا. هذا الفيلم الحقيقي. انا بس كعب الحبله. او بجوز اقلبها بس كمان شوي. باي باي.